لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. بناء على تصريحات العبادي فإن لا مساومات على كركوك مقابل الكتلة الكبرى، برأيكم هل قضية كركوك يحسمها من هو في منصب رئيس الحكومة وهي التي أفرد لها بند خاص في الدستور ضمن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها؟ يعني تحية لك وتحية لأخوات الأخوة. بالضبط، يعني من خلال تلميحك يعني هذا الجواب المنطقي. الدستور دستور فوق إرادة كل شخص وفوقه القانون أيضا. طالما الدستور لم يعدل، الدستور يفرض على الحكومة العراقية مهما كان اسمها ومن يتولاها أن تقوم بتطبيق المادة، والمادة تتكون من ثلاث مراحل عملية واضحة لا جدال فيها. وانا استغرب يعني في الوقت الذي يستجدي فيه كل استاذ في بغداد وقيد الكرد ان ياتي تصريح مثل ذلك، بحيث لنقل يعني يزيد من امكانيات التباعد. كركوك ليست على واحده فقط، يعني هذه مناطق الدستور اعطاها صفه خاصه، وكما قلت بين منهجا عمليا لتحديث مصيرها. لذلك لا الكرد الاقليم له الحق يقول انها تابعه للاقليم، ولا بغداد يمكن لها ان تنفرد بفرض ارادتها وتعتبر مطالبه الاقليم بالمشاركه على الاقل في محافظه امني على شيء اخر ممثله غير دستوريه. ربما أناقش معكم دكتور اللغة السياسية أو اللغة التي تتبناها الكتل السياسية في العراق، تيار الحكمة الذي يقول أنه لن يتحالف مع القتلة كما وصفهم بهذا التعبير، لن يتحالف معهم في تشكيل الحكومة المقبلة. ما المقصود باستخدام مثل هذه التوصيفات في ظل اتهامات الموجهة لكل شركاء العملية السياسية؟ يعني أنا كعالم اجتماع أفهم هذه المسألة، المسألة ظاهرية يعني ظاهرة ثقافية أكثر من أن تكون سياسية. السياسي هو النخبة، السياسي هو الذي يرفع مستوى الجماهير ويصيغ لها برنامجا أوسع من تطلعات الأفراد. أما أن ينزل السياسي لتغذية عامة مع احترام شديد للعامة طبعا عامة الحكومة العكسية، فهذه مأساة. من هم القادة ثم من هم في السياسة؟ ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم. السياسة هي فن الممكنات، قد تتطلب الظروف ان تتعالف مع من تعتبره عدوا او يعتبرك عدوا. لذلك اذا كانت الجماهير تعتبر هذا الطرف او هذا الفخذ لنقل قتلة او قاتلا، القياده السياسيه الحكيمه في مرحله المفاوضات تنهى بنفسها عن مثل هذه الالقاب لنقل. نعم. ولكن للاسف الشديد هذه ربما اللغه مقبوله في الشارع، فترين السياسيين ايضا يتبنون هذه الشعارات وهذه اللغه. إلى أي مدى تظن أن انعقاد الجلسة سيحل أزمة تشكيل الكتلة الأكبر ولاحقا الحكومة الجديدة؟ يعني السياقات الدستوريه واضحه، الان السيد رئيس الجمهوريه قام بواجبه ودعا البرلمان للانعقاد. انا اعتقد هذه مو مشكله رئيسيه، يعني البرلمان يمكن له ان يجتمع برئاسه اكبر النواب سنا وينتخب رئاسه البرلمان اللي هي تقريبا اصبح التعارف بين الاخوان السنه، الاخوان السنه تقريبا لهم مرتاحين او ثلاثه. حتى في الاجتماع الثاني يعني اقول لانتخاب رئيس الجمهوريه ايضا لم يكن له مشكله، هذه مساله سلبيه داخليه ممكن ان نتفق عليها. الكتله الكبيره حسب التقسيم الذي اعطته المحكمه الاتحاديه انذاك السيد المالكي هي التي تتشكل بعد بدايه بدء اجتماعات البرلمان، بمعنى ان يقسم الاعضاء قسم ويجمعوا التواقع ويعلنوا عن نفسهم ككتله. هذه اي كتله يكون عدد اعضائها اكبر تتكلف بتشكيل الوزاره. انا اعتقد حظوظ الكتله الرباعيه اللي سائرون النصر اكمل اياد علاوي اكبر من حظوظ الطرف الاخر. ولكن يعني اذا تساليني
انا اقول انا انا اتصور اتوقع ان يكون ان يتم التوصل الى حل وسط بحيث لا يبقى احد خارج السلطه. الجهه التي لم يتم تكليفها برئاسه الوزراء تمنح مناصب مثل ما بالجمهوريه للوزراء كما حدث في التشكيل السابق ايضا. شكرا جزيلا لك استاذ العلوم السياسيه دكتور عبد السلام برواري، كنت معنا عبر الهاتف من اربيل.